مرحبا بك. طبعا اليوم العملية السياسية تمر بمخاض عسير إذا صح التعبير. اليوم هناك شكوك يعني تبادر أنه هناك إمكانية لتبديل وزاري. السيد السوداني ربما عازم على إنجاح برنامجه الحكومي. هناك 57 مدير عام بالأصالة والوكالة كوجبة أولى تم تغييرهم فعلا، وبعد يعني قبله كان هناك اجتماع ولقاء لتحالف إدارة الدولة مع السيد السوداني، وأعطاه الضوء الأخضر لكل أنواع من يراه مناسب أن يعني يستبدل أو يبعد المدير العام. وبالتأكيد هناك أسماء يعني هو نوه عنها السيد السوداني خلال لقاء تلفزيوني بأنه فعلا هناك تغيير وزاري وأيضا محافظين، أعتقد 6 في 6، 6 محافظين و6 وزراء. هؤلاء وضعوا في معيار، يعني المعيار الذي وضعه السيد السوداني سوف يعتمد عليه بتغيير الوزراء. نرى أن هناك وزراء يعني يعملون ميدانيا، والكل يخشى، يعني لا أحد يعلم هل هو مستهدف، ينتمي إلى السنة إلى الشيعة إلى الكرد. ربما الجميع الآن يعني بصراحة يعمل بجد كي لا يشمله التغيير. الرجل ليس عدو أو يعني لأحد، السيد السوداني يعني هناك بوادر إصلاح، لا نقول أنه هناك يعني منجزات واضحة وأيضا منجزات على الأرض، لكن هناك بوادر وهناك يعني نية إصلاح حقيقي للمؤسسة مؤسسات الدولة. لذلك اليوم بالتأكيد كل الكتل السياسية داخل تحالف إدارة الدولة تعي جيدا أنه أي إخفاق لهذه الحكومة هو يعتبر يعني انتحار جماعي لكل الطبقة السياسية. لذلك نعم. لا يوجد، أنا باعتقادي لا يوجد استهداف سياسي حسب ما يتناوله البعض، أي استهداف سياسي لا يوجد، لكن الرجل السيد السوداني يريد إنجاح برنامج الحكومي، وأيضا لديه توافقات داخلية وخارجية للمضي قدما ببرنامج الحكومي. وكذلك هناك بعض الأمور التي ستتضح خلال الشهر القادم، حزيران وأيضا تموز، بعد إقرار الموازنة بالتأكيد سوف تكون هناك خطى ثابتة لتنفيذ البرنامج الحكومي.